جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة من العراق فضيلة الشيخ: هل يجوز الإجماع في النية بين تلاوة القرآن الكريم والرقية؟ هو القرآن يتلى إما بنية التلاوة والأجر أو بنية التعليم أو بنية الرقية، فللقارئ ما نوى. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى التلاوة والرقية فله ما نوى، أو نوى التلاوة والتعليم فله ما نوى. نعم.